مهارات أساسية مطلوب من كل أب وكل أم يعلموها للولاد قبل ما يكبروا. النظافة، لازم نعود الولاد من صغرهم أهمية النظافة وموضوع غسيل الإيدين، ده شيء أساسي وباستمرار، وإزاي نغسل إيدينا صح. لازم نعودهم على غسيل الأسنان باستمرار، وإننا يوميا لازم ناخد شاور، ونعودهم كمان إننا لازم ننظف أي حاجة ونغسلها بعد ما ناكل فيها ولو مساهمة أو مساعدة، لشان بس يتعلموا إن هم يعتمدوا على نفسهم. ونخليهم كمان يشوفوا الكبار وهم بيغسلوا الخضار والفاكهة، وإن ده اللايف ستايل العادي جدا، وهو ده الشيء الطبيعي والمنطقي علشان يكبروا على كده. وكمان هننقل ليهم مهارات إزاي يرتبوا السرير أول ما يصحوا من النوم، ويشيلوا لعبهم في مكانها المخصص، مش كعقاب، كتعود إن هو ده الطبيعي إن لازم يتعمل. كمان من الحاجات المطلوبة أن نعلمها للولاد وهم صغيرين علشان يكبروا بيها مهارة اتخاذ القرار. لازم نعود ولادنا أن هم يقدروا يختاروا وياخدوا قرارهم، ولما يبقوا محتارين نقول لهم لا، قرروا، اختاروا، هلبس الشوز ده ولا دي ولا ده، وهكذا التيشيرت ده ولا ده ولا ده. سيبهم يختاروا، سيبيها تختار، علشان هم بيبقى نفسهم على فكرة أن هم من هم صغيرين يبدأوا يختاروا ويبقى ليهم رأي. مهارة إدارة الوقت، لازم نعلم ولادنا إزاي يعرفوا الساعة، مش بس الساعة الرقمية زي ما معظم الأطفال بيعرفوا دلوقتي. هنقول لهم مثلا مقصود بالمعنى، أنا مستنيك كمان 10 دقايق علشان نخرج. 10 دقايق يعني 10 دقايق. وفكرة تخصيص وقت للعب على الموبايل، وتحديد مثلا نص ساعة أو حسب اللي انتم كل بيت بيبقى متفق عليه، هي بالظبط ما فيهاش فصال. نعلمهم مهارة الاستعداد، بمعنى أننا نجهز نفسنا لحاجة معينة. يعني مثلا في أيام الدراسة لازم نستعد للمدرسة تاني يوم بأننا نحضر الشنطة بتاعتنا، وناخد الكتب اللي محتاجينها، ونحضر اللبس بتاعنا، وننام بدري علشان نقدر نصحى بدري، وهكذا. وبرضو لو مسافرين مصيف لازم نشاركهم معنا في الاستعدادات والتحضير، ما يبقاش تحضير الشنطة والمدرسة والحاجات اللي بتبقى تقيلة على قلبهم بس وقت ما يبقى في مصيف أو في خروجة أو في فسحة، ما نخليهمش يشتركوا في ده. مهارة إدارة الأموال، من أول التعرف على قيمة كل عملة، عد الفلوس، معرفة كل حاجة بنشتريها بكام، وإزاي ممكن نجمع حساب الحاجات اللي اشتريناها، وإزاي يقدروا يحوشوا علشان فايدة التحويش ده هيشتري بيه حاجة هو نفسه فيها تبقى زي ما يقولوا كده من فلوسه. تحضير الأكل ولو الوجبات البسيطة، أو الوجبات البسيطة تحديدا، زي نعمل الساندويتش، زي الكورن فليكس مثلا، زي لما يكبروا شوية نعرفهم زي الميكروويف ليه طريقة تشغيل، إيه يتحط فيه وإيه ما يتحطش فيه. وياريت لو الأم تسمح لولادها اللي بناتها كمان تحديدا يساعدوها في المطبخ، في مثلا العجين، مثلا البيتزا، الكيك، وهكذا. يعني بيقولوا ده مش بس مفيد علشان تعليم الأطفال مهارات تحضير الأكل، ولكن كمان مفيد في إن الأم زي ما بيقولوا كده تقضي الكواليتي تايم أو الوقت المميز مع أولادها اللي هيتحفر في الذكريات. دايما الحاجات دي فعلا بتتحفر في ذكريات الولاد. الحالة اللي بين الأب وأبنائه وبناته، وبين الأم وولادها وبناتها، من اللعب والمشاركة، دي بتبقى ذكريات. هي دي الذكريات اللي احنا بنصنعها بيننا وبين ولادنا علشان يفضلوا فاكرينها. زي ما دلوقتي لما نيجي نقول ذكرياتنا وفاكرين ايه، كل واحد فينا بيفتكر كان بيحصل ايه، وكان هو وماما وبابا بيعملوا ايه. ما تخليش الدنيا تاخدك، ما تخليش الشغل والمهام اللي وراكي والدنيا تاخدك من انك تصنعي ذكرياتك مع ولادك، وانك تصنع ذكرياتك مع ولادك.